معلش. كلمة دارجة في مصر وبلاد الشام تفيد الاعتذار أو تهوين الأمر، فيقال معلش تزعلش بقى، أي آسف، معلش بكرة الدنيا تروق، أي لا تقلق ولا تحمل هما. يقابلها في المغرب العربي معليش لا مشكلة عديها، وهي شائعة في الجزائر، ميسالش في تونس، واسمح لي عند المغاربة. فما أصل معلش؟ قيل إن جذورها فصيحة، ما عليه شيء، يقابلها لا بأس ما عليك. استخدمت في الجاهلية تسفيها للرجل الأحمق، فقولهم ما عليه شيء أي لا حرج عليه لضعف عقله. وشاعت الكلمة بين القضاة قديما، فكانوا يقولون للمتهم حين تثبت براءته ما عليه شيء أي لم يرتكب جرما يعاقب عليه. ومع انتشار لهجات العرب العامية صارت تنطق معلش اختصارا مع تغير معناها الأساسي ما عليه شيء. هل تعرفون استخدامات أخرى لمعلش؟